حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من الوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال بعض الإعلانات المضللة اللي بتدعو المتصفح بنسخ الرسائل الموجودة بالصفحة وبعدين يرسلها لأشخاص تانيين أو مجموعات على الواتساب. والروابط دي بتجيلنا بقالها فترة فعلا، والإعلان بيدعو وهو إعلان وهمي طبعا، بيدعو الجمهور بالإسراع بالتسجيل في مسابقة رحلة عمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي مساوي للعملة حسب بلد المشترك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية. اللواء دكتور راضي عبد المعطي أكد، وهو رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن منظومة وعي المواطنين بحقوقهم ليست مسؤولية الأجهزة التنفيذية فقط بل مسؤولية كل المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدني وكافة الجهات المعنية، وهو ما يقوم به الجهاز حاليا من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة جمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم في مجال منظومة المستهلك، طبعا لأنه الإعلان هنا مرتبط بالعمرة، فبرضو هنا يعني النصب من ناحية دينية فضروري انه الأئمة يعني في وقت خطبة الجمعة، فكرة كويسة جدا، يكون عندهم توضيح لعملية النصب والاحتيال اللي بتحصل تحت اسم العمرة. معنا دلوقتي للمزيد من الفهم اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم استاذ المشاهدين. سياده اللواء، ايه الموضوع ده؟ يعني استغلال مسابقه رحله عمره مدفوعه التكاليف، استغلال شغف الناس لزياره بيت الله الحرام، ده كمان بقى تحت يعني مظله النصب والاحتيال، بتوقفوا لها ازاي شبكات النصب والاحتيال دي؟ يعني هو في الحقيقه ان جهاز حمايه المستهلك من خلال اليات العمل الموجوده من بالتعامل بمنظومة غير تقليدية، المرصد الإعلامي للجهاز رصد أحد المواقع على صفحات الإنترنت بيدعو المواطنين تسجيل بياناتهم علشان يحصل على رحلات عمرة مدفوعة التكاليف مجانا. لما فحصنا هذا الأمر لقينا إن في تحذير من وزارة القوى العاملة بتحذير المصريين، وان هو بيقول حتى في مضمون الكلام انه مع بيتعامل من خلال وزاره الاوقاف في السعوديه، حتى المسمى وزاره الاوقاف في السعوديه ليس هذا المسمى، الاشراف على الحج والعمره في وزاره الحج في المملكه العربيه السعوديه. ده بيضع علينا مسؤوليه ان احنا نطلع هذا البيان، نوعي اهالينا في كل مكان. خاطبنا الجهات المعنية، مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات لاتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف وغلق هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية، تحذير لكل أهالينا في كل مكان عدم الالتياق وراء مثل هذه الصفحات. وزي ما حضرتك أكدتي أن الوعي، رفع الوعي المجتمعي، وانا بمناسبه كان في ندوه في مركز البحوث الجنائيه اليوم كانت تحت هذا العنوان رفع الوعي المجتمعي، واحنا اكدنا على ان رفع الوعي المجتمعي هو مسؤوليه الجميع، وان جهود الدوله والجهود الحثيثه التي تبذلها اجهزه الدوله لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن ان تؤتي ثمارها الا اذا كان هناك وعي مجتمعي داعم لكل جهود الاجهزه التنفيذيه. هذا الوعي مطلوب مشاركة كل مؤسسات الدولة بدءا من المسجد والكنيسة والمراكز الشباب وبيوت الثقافة والمدارس والجامعات، كل المنابر التي لها دور في توعية ورفع الوعي المجتمعي لدى المواطن في كل المجالات ليكون على دراية تامة بكل المشكلات وبكل المعلومات، حتى لا يقع فريسه لاي شائعات او اي استهداف من اي اتجاه. شكرا اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، شكرا جزيلا يا فندم على التوضيح. مشكله فعلا حكايه العمره، انه ازاي يتم استغلالها كده، والناس المتعطشه لزياره بيت الله الحرام يعني يقعوا فعلا زي ما قالت اللواء تحت طائله النصب والاحتيال. شيء يعني يضايق بصراحة انه يعني يتم توظيف المسألة الدينية البحتة دي للكسب الغير مشروع من وراها.